فبكل فرح انا يحصلنا الشرف الرسمي ديال خدمه الحاجه. اولا كنشكر الاخوان ديالنا في هذا الدوري اللي هو من صنع جمعيه اللي هي ولا الحمد لله جمعيه عندها تاريخ هي جمعيه ديال رجاء طنجه. فالحمد لله هذا الدوري الهدف ديالو هو خلق واحد الجسم ديال التواصل بين الرياضيين داخل المدينه والتصحيح ديال المسار ديال الفكر الرياضي اللي خصو يتمارس في الساحه الرياضيه على الصعيد المحلي. فمن طبيعه الحال هذه عرس اللي غادي تشارك من طبيعه الحال الاضافه. هذه الاضافه دائما حنا الهدف ديالنا الاضافه اللي تصب في المصلحه في التطوير وفي الانعاش ديال الكره بصفه عامه والرياضه بصفه خاصه كذلك على الصعيد المحلي. فكنظن الحمد لله هذا دوري كيتعتبر واحد العوز من الاعراس اللي كتعيشها طنجه. وهذه الحمد لله هذه الحركيه وهذه المبادرات اللي ولات كتخلق فإلا خصنا نتمنوها حنايا كجمعيه قدماء اتحاد طنجه ونكونوا دائما موجودين باش ندعموا الاخوان كل محطه من المحطات. لان النجاح اي تجربه اي مولود الاستمراريه ديالو فمن طبيعه الحال خص واحد الالتفاف حوله. فاحنا الحمد لله موجودين معهم قلبا وقلما. حنايا مستعدين ندعموا اي جمعيه كيف ما بغيتوا اي كل المسار من اجل خلق واحد الجسم وخلق واحد الالفه وخلق واحد الصبح رياضي اللي كيصب في المصلحه اللي كيعطينا باش نسوقوا واحد نسوقوا كذلك الصوره ديال اللاعبين القدامى واحد الصوره اللي هي كتليق للجيل الصاعد وخصوصا الجيل اللي هو جيل ديال المستقبل. فكتشوف كتاح الفرصه الحمد لله كنشوفوا ابناء اللي هما في السن ديال 10 سنين السن ديال 7 سنين كنشوفوا كذلك الشباب اللي دابا كيمارسوا على حسب الفروق ديالهم في الدار على كل واحد والقسم اللي كينتمي له سواء كان في الكادي سواء كان في المينيم سواء كان في الجينيور ولا هادي. فمن طبيعه الحال القدامى هنا الدور ديالهم هنا خصو يكون دور ديال التاطير دور ديال التوجيه دور ديال التوعيه باش يكون عندنا صناعه لاعب وصناعه رياضي بالمفهوم المعقلان بالمفهوم الاحترافي. فكنشكر الاخوان ديالنا جمعيه قدماء بني مكاده على هذه المبادره وكنحييهم وكنطلب منهم بانهم يصمدوا. فالطريق هو طريق شق وحنا الحمد لله التعبئه ديال الجميع فغادي نستطيعوا ان شاء الله بحول الله نكونوا في المستوى اللي شرف المدينه ديالنا وخصوصا هذه الانتعاشه اللي كتعيشها المدينه ديالنا. فما ننساوش بان هذه السنه هذا كانت سنه استثنائيه كان حدث ديال القرن هو الفوز ديال الفريق ديالنا الام بالدرع الوطني ديال البطوله الوطنيه. فالحمد لله هذا الا كيبين كاين الرجال وكاين الحمد لله الناس اللي عندهم خيره باش ينهضوا من الرياضه ويحاولوا يطوروا التسيير ديالها ويحاولوا يدخلوها في واحد القالب ديال المؤسسه باش ان شاء الله بحول الله تكون الرياضه الطنجاويه في واحد المستوى اللي كيليق بها. الحمد لله كنا حنا صغارين وكنعرفوا بان طنجه دائما رائده. فان شاء الله بحول الله طنجه واخده الطريق ديالها وهذه الجمعيات الوجود ديالهم فهو شيء الانسان خصو يتمنوا شيء ايجابي وايجابي جدا. فخصو الجمعيات فالعمل الجماعي من طبيعة الحال كيتطلب واحد التعبئه كيتطلب واحد الانسلاخ من الان ان الهدف هو الانسان يحاول يبلغ الرساله كيف ما كيملي عليها الضمير الانساني الضمير الرياضي وكذلك الضمير ديال كممارس مارس في هذا الميدان. فخصو يكون نموذج لان هذه الترفيه راهنه فاحنا ماشي على الصعيد المحلي حتى على الصعيد الوطني ولينا كنفقدوا النموذج والقدوه. فبغينا يكون نموذج ويكون قدوه ديال المستقبل. الحمد لله كاين ابناء كاين طاقات اللي هي في الصغير الانسان يخذ بيدها ويدعمها ونتمناو التوفيق للجميع. وشكرا كذلك مره اخرى للفرق اللي ساهموا في هذه التظاهره. وشكرا كذلك للاخوان اللي كيسعوا سواء منكم كصحفيين وكاعلاميين اللي ولا الحمد دائما كنشوفوكم في اي محطه خير لي بان التضحيه ديالكم تضحيه جسيمه وتضحيه اللي كتبين على الروح والغيره ديالكم على الرياضه. فشكرا للجميع. فاذا حنا اسره وحده فمن طبيعه الحال هدفنا واحد فطنجه فوق كل اعتبار والرياضه الطنجاويه فوق الجميع. سي محمد بستاره وقيل 1184 دقيقه دون ان يتلقى هدفا. هذه المعلومه هذه اعطيها للاخوان لان باش نكونوا نعطيو شويه الحق ديالهم ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا سي رشيد.